بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. الله به عليم. فكرة بيت مال المسلمين شغالين عليها بقالنا سنتين علشان يكون على أرض الواقع. بنخدم الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام والمرضى، ومن خلاله بنوحد جهة الصرف. يعني في مثلا أغلب الأغنياء في القرية عارف أسماء فقراء معينين، فأغلب الصدقات بتكون عليهم. في ناس تانية ما حدش يعرف عنهم حاجة وحياء ما بيطلبوش ده، فكان شغلنا احنا بنحصر، عملنا حصر الأسماء دي كلها في القرية، وفكرنا في مشروع يخدم بيت مال المسلمين. طبعا كانت الثقة قبل كده، يعني مش عايز أقول معدومة، كانت مهزوزة في أي عمل خير يتم على أرض بالدين، والحمد لله قدرنا نكسب الناس ديت، والحمد لله فكرنا في مركز طبي يخدم كل أهل القرية، الغني قبل الفقير، ومن خلاله بنساعد الفقراء والمساكين. والحمد لله الأستاذ نصف الفرحاطي من خلاله ادنا الشقة وجهزناها بتبرعات أهل القرية، وتم شراء الأجهزة أيضا من تبرعات أهل القرية ومن تبرعات أهل الخير من خارج القرية، وتم بالفعل بدء العمل في فترة قصيرة جدا، 5 شهور تقريبا جهزنا المكان، والحمد لله صافي المبلغ بعد الدكاترة والعاملين والمستلزمات الطبية والصيانة الخاصة بالمركز الطبي اللي هو المستوصف، بيرد على الفقراء والمساكين. كمان من أنشطة بيت مال المسلمين توفير الملابس للأسر المستحقة في القرية، وبالتالي احنا برضو عملنا دعوة من خلال المساجد. كمان لفينا في البلد كلها بالعربية، وزعنا في البلد كلها عن اللي عنده فائض في الملابس في البلد كلها يجهزها ويعينها لعد ما نفوت عليه بالعربية وناخدها، أو يتصل بينا واحنا نروح له في أي وقت. وبصراحة كده الأسر كلها متعاونة جدا معنا، والحمد لله يمكن الصغير قبل الكبير،
وجمعنا حوالي يعني ملابس كبيره جدا لدرجه خلصنا المعرض الاول، والهدوم دي بتجيلنا بنحاول بقدر الامكان نصنفها وبعد كده بنغسلها وبنكويها وبنكيسها لو نقدر، وبعدين بنصنفها للاطفال له قسم لوحده، الحريمي برضه لوحده، الرجالي برضه لوحده. فالاشياء اللي ممكن صغيره عند حضرتك ممكن تكون كبيره عند ناس تانية مستحقه. والمعرض ده كمان موجود مفتوح طبعا من الساعه 12 الظهر لحد الساعه 9 مساء. وكمان احنا على استعداد تام لاي واحد عاوز يتبرع بمال واحنا نشتري الملابس دي ونوزعها على المستحقين، احنا على استعداد كامل لتلقي التبرعات بتاعه حضرتك، او لو انت هتشتري الحاجه وتجيبها لنا برضه احنا على استعداد كام ان احنا نيجي ناخدها من عندك. كل ما نمر في القرية كنا بنأجر سيارة ونأجر إذاعة، فكان الموضوع ده مكلف جدا. فكلمنا الشباب المسافرين إلى الدول الأوروبية أو الدول العربية، كلمناهم في شراء سيارة تكون خاصة ببيت مال المسلمين، من خلالها نقدر نجمع الزكاة أو ملابس الشتاء أو فيما بعد جلود الأضاحي أو لأي مصلحة خاصة ببيت المال أو بمركز الطبي تكون في خدمة المكان. والحمد لله تم شراء سيارة كلفتنا 20,000 جنيه تقريبا، وهي الآن في خدمة المركز وفي خدمة بيت مال المسلمين. كان لازم يكون في دخل لبيت المال ثابت شهريا، يعني بصرف النظر عن تبرعات المياتم وتبرعات الزكاة في رمضان. ففكرنا نعمل سهم الخير، يبقى سهم شهري ثابت. بدأنا بأول حملة لو كانت من أصحاب المحلات، قيمة السهم ده بتبقى 10 جنيه، في ناس بتضاعف السهم 20-50-100. اي نعم قيمة السهم مش كبيرة معانا، حوالي اللي فعال في البلد حوالي 40 محل بنقدر نصرف منهم، نجمع منهم من 3,500 ل 4,000 جنيه شهريا. ومعانا اسر 100 اسرة، كل اسرة بتاخد 100 جنيه، يعني مجموع المصروفات الشهرية الملزم بها بيت المال حوالي 10,000 جنيه. طبعا 100 جنيه عارف حاجة بسيطة جدا اللي احنا بنديها لحد، واحنا نتمنى انها تزيد، يعني ياخد له 150 او 200 على الاقل. فبدانا نفكر في حاجه ان هي تزود سهم الخير شويه، دخلنا دخل المستوصف مع سهم الخير، عملنا برضه صندوق في المستوصف يبقى خاص برعايه الفقراء والايتام، ونصرف منه الروشتات لغير القادرين، نصرف منه الكشوفات لغير القادرين، نوجه منه عمليه لحد غير متاح، نساعد بيه بجهاز، نساعد بيه بأي حاجة خاصة بالعلاجات، يبقى عن طريق صندوق المستوصف. فلما بيت المال هيبقى ملزم انه يكبر الأسر شوية ويعلي الدخل بتاعها، فلازم يبقى فيه دعم برضه من أهل القرية. فهنبدأ مرحلة تانية غير المحلات، ان احنا نتواجد مرة كل شهر في المساجد، نجمع السهم ده بطريقة مجمعة في المسجد مرة شهريا، ولتكن مثلا آخر جمعة في كل شهر. فاللي هيبقى موجود مثلا في المسجد هيبقى في صندوق أو حد من أعضاء بيت المال متواجد بالمسجد ده، هيلم من المنطقة المتواجد فيها مثلا من بعد صلاة الظهر صلاة العصر يوم في الشهر. حد مثلا عاوز يتواصل معنا مباشرة أو يكلمنا أو يبعت الفلوس بتاعته شهريا أو سنويا من الناس اللي بره، هيقدر برضه يتواصل عن طريق الصفحة بتاعت بيت المال أو عن طريق التليفونات، أو أي شخص هيعرفه من طريق بيت المال هيتصل وهو يروح له يجيب منه السهم ده.
اللجنة لجنة بيتما المسلمين فكرنا برضو في نشاط يخدم أبناء القرية، فعملنا دار تحفيظ قرآن كريم. تفضل مشكورا الأستاذ علي عبد العزيز وادلنا المكان بالمجان، وإحنا جهزناه دهان وحمامين، عملنا حمامين للأطفال وصبورات ومكاتب خشب وكنب، يعني أهلنا وجهزنا المكان بتكلفة حوالي 50,000 جنيه. وهو الآن مشروع على أرض الواقع، المشايخ يقومون بالعمل، والحاج علي عبد العزيز تكفل، الحاج علي عبد العزيز تكفل برواتب المشايخ شهريا في حياته وبعد مماته. يعني في دماغنا حاجات كتيرة جدا وفي أفكارنا حاجات كتيرة جدا، لكن مش هنقوم بيها ولا نخلصها ولا ننتهي منها إلا بمجهوداتكم أنتم مع الناس، الشباب اللي في الخارج وشباب القرية والناس الخيرة اللي هيتعاونوا معانا، ومش عايزين نهاجم بعض، لا، احنا عايزين نضع أيدينا في أيدي بعض بحيث إن احنا نظهر أو نظهر بمظهر طيب لائق إن احنا نشرف أو إن احنا نحاول نرفع من قدر قريتنا النموذجية دي. وفعلا إن شاء الله هتبقى النموذجية بيكم انتوا أساسا، لأن انتوا مش أقل من أي حد.
بيت مال المسلمين مش قاصر على المجموعة المشكلة، وإنما فاتحين أيدينا إلى كل من يريد أن يقدم خدمة لقرية بالدين. وطبعا بيت مال المسلمين مش قاصر بس على مشروع مستوصف أو مشروع ملابس أو مشروع سهم الخير، لا، إن هو أو المصاريف الدراسية أو الفقراء واليتامى والمساكين. كمان في إحنا محتاجين حاجات كتيرة جدا، في طبعا حالات زواج بتجيلنا لكن إحنا مش قادرين نوفي. كمان إحنا بنقوم فعلا في خدمات مع اشتراك مع شباب الخير مثل الأستاذ علي عبد الأحمد عبد الحافظ في مشروع ترخيص المدرسة بيقوم به، ومع اشتراك مع بيت المال المسلمين كمان في إنارة الشوارع بتاع القرية وإنارة المقابر، وبرضو أي مشروع خدمي بيخدم القرية إحنا محتاجين فيه. وبرضو عايزين نحل مشكلة المواصلات، بإن إحنا والله لو استطعنا إن إحنا نشتري أتوبيس خاص بيت مال المسلمين، طبعا أنتوا عارفين إن اللجنة ممكن تخفض الضرائب او تعفى من الضرائب، فيا ريت لو نشترينا حتى اتوبيس، يا ريت لو عملنا هنحل ازمه المواصلات بتاعتنا. وكمان مواعيد الدراسه ومواعيد الناس بتاع المرتبطه بالجامعه، كمان الحالات اللي هي الحرجه اللي احنا ما تقدرش بعد ساعه العشاء الناس يعني ما بتجيش بعد العشاء من المنصوره، دي هتحل ازمات كثيره جدا لانها مش هترتبط بميعاد ولا حتى ممكن نعمل لها نبطشتين. برضو في بيت سواق او معاه هيفتح بيت ممكن نعملها ورديتين بحيث ان يبقى متواصل 24 ساعه. دي افكار كثيره جدا معانا، ويا ريت بمعاونتكم انتم ومشاركتكم معانا ان شاء الله هنتواصل مع بعض لحد ما يعني ننير القريه وتبقى فعلا قريه نموذجيه بمثل القرى الاخرى.